للحديث أكثر عما جاء في هذا المقال نرحب بالكاتب الصحفي فارس الحباشني. صباح الخير أستاذ فارس. يعني العنصرية ومشاعر العداء تجاه العرب الموجودين في أوروبا وأمريكا تصاعدت بشكل كبير بعد استهداف تنظيم القاعدة لمركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك عام 2001. هل تعتقد أن هذه الحالة زادت بعد طوفان الأقصى أم أنها أصلا كانت موجودة؟ يعني هي أسعد الله صباحك وشكرا على هذه المتابعة وهذا الاهتمام. يعني هو الآن الموضوع وعنوانه أكثر من كراهية، ونحن نتحدث هنا عن فوبيا. ونعم هو تراكم، يعني سواء بدءا من 11 سبتمبر، من أحداث 11 سبتمبر، وأيضا ذهابا إلى عقلية الاستشراق الغربية وكيف ينظر الغرب إلى الشرق بالأصل. يعني هذه لها جذور في الثقافة والحضارة الغربية والأوروبية والأمريكية، كيف ينظر الغرب إلى الشرق، وما هي العلاقة ما بين الغرب والشرق من منظورات الاستعمارية والاستشراقية أيضا. ولكن بما يتعلق الآن بواقع الحال والفوبيا، أنا سميتها الفوبيا الفلسطينية، يعني تحديدا لأننا يبدو بأن الغرب قد استهلك الفوبيا الإسلامية أو فوبيا الإسلام والخوف من الإسلام، التي هذه كانت تضخمت بعد 11 سبتمبر، وكانت يعني ذريعة ودافع إلى أن خاضت أمريكا والناتو حروبا متعددة في دول إسلامية. خاضت حرب أفغانستان، وخاضت أيضا حرب العراق أيضا تحت هذا الذريعة وهذا العنوان الكبير. ولكن اليوم نحن نواجه ما هو أخطر ومتعلق بتجدد، أنا يعني أخذ هذا العنوان أو هذا المضمون إلى صدام الحضارات وصراع الحضارات، هذه النظرية التي تحدث بها المفكر والفيلسوف الغربي هيجنسون، وتحدث بها باعتبارها بأنها هي النظرية المتلازمة الاستراتيجية في العقل السياسي والثقافي والحضاري الغربي والأمريكي تحديدا، وهو الذي يقود العالم إلى هذه الويلات والإشكاليات. نعم العرب، حياة العرب الآن في الغرب في خطر، وهنالك يعني سلسلة من الحوادث المتتالية التي وقعت في أمريكا تحديدا، وفي هناك حوادث متفرقة أيضا في أوروبا في بريطانيا، وحوادث متفرقة أيضا في كندا في أستراليا. ولكن الحوادث الهامة والتي حملت دلالات في العلاقة والسؤال عن الوجود العربي وتحديدا العربي هنا أتحدث والفلسطيني تحديدا، لأنني كما يعني ذكرت في المقال بأن الكوفية الفلسطينية أيضا الآن يعني تحمل رمزية استطاع الإعلام الصهيوني والإسرائيلي دول الغرب استطاع أن يشيطنها. طيب أستاذ فارس، يعني هذه الفوبيا هل يمكن أن تتشكل عن طريق الإعلام الموجه؟ لا، وبالتأكيد الفوبيا هي تتشكل عن طريق الإعلام، عن طريق القوى الناعمة. طيب جميل. طيب أستاذ فارس، عن طريق الفن، عن طريق الأدب، عن طريق جميل. إذا هو عملية غسل دماغ، يعني ألا تعتقد طيب أن الصورة والرواية الفلسطينية التي بدأت بالوصول بقوة ستساعد في إظهار الحقيقة بما ربما يخفف من غسل دماغ الشارع الغربي والأمريكي؟ نحن في الرواية المضادة أنا أسميها السردية العربية والفلسطينية، والتي أنتجت في الأسبوع الثاني من ما بعد 7 أكتوبر، والتي يعني كان الرأي العام الغربي مستغرق ويعني غرقان في السردية الإسرائيلية والصهيونية تحديدا، التي يعني ربطت ما بين الإرهاب والمقاومة وقدمت صورا وحشية إلى المقاومين وإلى الفلسطينيين، وكما أن المقاومة هي التي قامت بهذه الجرائم وقتلت الأطفال وغيرها. يعني نحن لا نملك عربيا وفلسطينا، لا نملك من قوة التأثير الحقيقية والفاعلة في الرأي العام الغربي والأمريكي تحديدا. يعني نحن هنالك رتوش، هنالك محاولات ومناورات يعني يقودها مفكرون، أكاديميون، فنانون، مؤثرون، قادة رأي عام، ولكن ليست على المستوى المؤسساتي. نحن عربيا وفلسطينيا لا نملك من المنابر والمراكز الدراسات والأبحاث والمراكز الثقافية والإعلامية أيضا التي تستطيع أن تشتغل كماكنة أو تنسج
سرديه عربيه فلسطينيه تؤثر في الراي العام الغربي. نحن لا نملك هذا الموضوع. يعني لربما هناك في تاريخ النضال الفلسطيني هناك شخصيه هامه جدا هو ادوارد سعيد، ادوارد سعيد المفكر الفلسطيني الشهير، والذي خاض يعني حربا ثقافيه كبيره جدا في الاكاديميات الامريكيه وفي الاعلام الامريكي، وتحدث في كتابه الشهير عن الاستشراق، وتحدث عن فكك يعني المنظومه البنيويه لعقليه الاستشراق الغربي والاوروبي والامريكي باختلاف مدارسها وتياراتها. هذا الشخص لربما بذل مجهودا يوازي كل المؤسسات العربيه. نحن العرب الان في هذا الصراع بمرارته وبكارثيته نحن نتحدث مع انفسنا فقط، نحن لا نتحدث مع الاخر. يعني هنالك صديقي لدينا للقضية العربية والقضية الفلسطينية أصدقاء تاريخيين في الغرب، هنالك يعني المفكر الفرنسي روجيه جارودي ومعروف بمواقفه الثورية من القضية الفلسطينية وانحيازه المطلق إلى الحق الفلسطيني التاريخي والحضاري، وهو قد دفع ثمن حياته بمقابل هذه المواقف. ولكن بالمقابل هل نسأل هل استطاع العرب أن يحتضن رمزية روجيه جارودي وأن يصنعوا منه؟ نعم يعني أستاذ فارس، نتمنى أن يعمل العرب بنظام مؤسسي قوي لمعالجة هذه المشكلة ونقل الصورة يعني بشكل سليم إلى الغرب والولايات المتحدة الأمريكية. بدي أشكر وجودك معنا الكاتب الصحفي فارس الحباشني، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.